التضامنية مع المختطفين في سجن الأمن السياسي في الحديدة. يعيش الأمهات والزوجات لحظات تردد بصاحبها القلق مع الأحداث الأخيرة التي تهدد حياة المختطفين والمخفيين قسراً. وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري من إطلاق للرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثر خروجهم بحثاً عن النجاة بعد تهدم جدران بنيانين السجن. زوجات لحظات ترقب بصاحبها القلق مع الأحداث الأخيرة التي تهدد حياة المختطفين والمخفيين قسراً. وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري من إطلاق للرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثر خروجهم بحثاً عن النجاة بعد تهدم جدران زنازين السجن إثر القصف، وكان حصيلته عدد من القتلى والجرحى. وهنا تجتمع على هؤلاء الأبرياء الصابرين ظلمة الاستبداد والخطر الداهم. إننا في رابطة أمهات المختطفين نحمل المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي تحتجز أبناءنا وتمنعهم حريتهم وتعرض حياتهم للأخطار المباشرة وغير المباشرة، وندعو كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المختطفين في الدفاع عن حقوقهم والمحافظة على سلامتهم، كما وندعو الأطراف اليمنية حتى وإن ابتعدت فرص السلام أن يخرجوا أبناءنا من حساباتهم السياسية الخانقة ومقايضتهم للظالمين، وليكن الإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرا. سلام الكبار وحكمة اليمنيين صادر عن رابطة أمهات المختطفين صنعاء. زوجات لحظات تردد بصاحبها القلق مع الأحداث الأخيرة التي تهدد حياة المختطفين والمخفيين قسراً. وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري من إطلاق للرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثر خروجهم بحثاً عن النجاة بعد تهدم جدران بنيانين السجن. زوجات لحظات تردد بصاحبها القلق مع الأحداث الأخيرة التي تهدد حياة المختطفين والمخفيين قسراً. وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري من إطلاق للرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثر خروجهم بحثاً عن النجاة بعد تهدم جدران زنازين السجن إثر القصف، وكان حصيلته عدد من القتلى والجرحى. وهنا تجتمع على هؤلاء الأبرياء الصابرين ظلمة الاستبداد والخطر الداهم. إننا في رابطة أمهات المختطفين نحمل المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي تحتجز أبناءنا وتمنعهم حريتهم وتعرض حياتهم للأخطار المباشرة وغير المباشرة، وندعو كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المختطفين في الدفاع عن حقوقهم والمحافظة على سلامتهم، كما وندعو الأطراف اليمنية حتى وإن ابتعدت فرص السلام أن يخرجوا أبناءنا من حساباتهم السياسية الخانقة ومقايضتهم للظالمين، وليكن الإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرا. سلام الكبار وحكمة اليمنيين صادر عن رابطة أمهات المختطفين صنعاء.